صباح الخير، نهار جديد وبداية يوم رح نترافق فيه من دمشق عاصمة الياسمين إلى القدس عاصمة فلسطين. يا قدس يا مدينة السلام، ستبقين في صلاتنا، أنت المدينة المقدسة وأنت أولى القبلتين وثالث الحرمين. لكل من مر من هنا من دمشق، تحية لصمودك في وجه كل من مروا عليك، لأنك ستبقين وهم سيرحلون. وأكيد ما مننسى بهالصباح أن نوجه تحيتنا تحية لحماة الديار، رجال الله، أبطال الجيش العربي السوري. وأكيد يصبح على زميلتي ليا. يسعد صباحك يا ليا. يسعد صباحك يا سالي، وصباح الخير لكل المشاهدية الإخبارية السورية. تاريخ جديد رح نبدأ سوا خلال الساعة الصباحية، رح تكون مواضيعنا من مجالات بتهمكن، محور صباحنا لليوم ولجنودنا وأبطالنا بالجيش العربي السوري. أكيد صباح إن شاء الله بيبقى عنوانه النصر، وبدنا نقول انه القدس مدينة السلام رح تبقى بعيوننا، واكيد عيوننا اليها ترحل كل يوم، ومهما صار رح تبقى انت بوصلتنا. اما هلا مشاهدينا ولنتعرف على ابرز مواضيعنا وفقراتنا الصباحية، فاصل ومنبلش صباحنا غير. لليوم من الهاشتاج اللي انتشر اخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبالاخص تويتر قبل ساعات، من قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول القدس. تصدر هاشتاج القدس عاصمة فلسطين الأبدية منصة أعلى 10 هاشتاجات تداولا على تويتر. هالهاشتاج يا سالي جاء استنكارا لاعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس، واعتبر المغردون هالقرار تعزيز لنشر الإرهاب بالوطن العربي ودعمه. وانتشر الهاشتاج بشكل أكبر بعد قرار ترامب الأخير، وأكيد تحية من قلوبنا لعاصمة فلسطين القدس. وليا، بالعودة إلى دمشق، لا زالت عم تشهد صالة الجلاء الرياضية منافسات دوري المؤسسات الإعلامية السابع لكرة القدم يلي عم بتنظمه لجنة الصحفيين الرياضية. تفاصيل أكثر عن أجواء الدوري بمادة زميلتنا نور الإبراهيم. هي
مبروك التأهل للدور نصف النهائي دوري المؤسسات الإعلامية. أول شيء بارك بعمرك. الحمد لله اللعيبة اليوم كانوا توب، لعبنا الشوط الأول كان وحدات خطأ الدفاع جابوا جول، الشوط الثاني لعبنا دفاع منيح الحمد لله، هلا تأهلنا للنصف النهائي. بكرة عنا لعبة، شباب ما قصروا، اللي هلا في اللعبة اللي بعدنا ولعبة ورا لعبة وإن شاء الله كأس لنا. مباراة كتير حلوة كان بين التلفزيون وبين الإخبارية، بتعرفي هذا الجو الحلو بين الإعلاميين ما بنشوفه وين ما كان، عم نشوفه بمسابقة كرة قدم. نشكر اتحاد الصحفيين ونشكر أيضا اتحاد الرياضة العامة لهي البطولة. شفنا المباراة كانت كتير قوية، صحيح في حب وفي تعاون بين الإعلاميين، لكن مباراة كتير ندية وكتير فيها حماس. ربحنا 2-1 بالأخير، بشكر الشباب كلهم كانوا إيد واحدة. إن شاء الله يعني إن شاء الله بنحرز اللقب بوجود اللاعبين وهمة الكل إن شاء الله. كيف كانت اللعبة؟ والله صعبة، ونحن كنا تعبانين يعني أربع لعب في بعض لكنا، اللي كان نفسه أطول هو اللي فاز. شفت اللعبة كيف كانت صعبة؟ اليوم كان ربع نهائي والحمد لله الشوط الثاني حتى قدرنا نجيب اللعبة، وإن شاء الله على نص نهائي هلا نقدر نأهل على الأخير ناخذ البطولة. لا والله اللعبة حلوة، الشباب ما قصروا، الشباب إن شاء الله البطولة لنا إن شاء الله. الله يخلينا. علي بدنا نقول مبروك لفريق الإخبارية السورية هالفوز، وأكيد تحيتنا كمان لكل اللعيبة يلي بالإخبارية، وإن شاء الله ألف مبروك. وبكل صباح منبدأ أكيد نسجل كتير من الأحداث يلي بتمرق بحياتنا، والبعض بيتخلد ليكون تاريخ تحول بمسار حياتنا. شو هي أهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم؟ خلينا نتابعها سوا. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1877 توماس إديسون يخترع الفونوغراف، الآلة القادرة على تسجيل وإعادة بث الأصوات المسجلة. وفي عام 1912 اكتشاف تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتي في منطقة تل العمارنة في مصر. في عام 1949 رئيس حكومة الصين شيان كاي شيك يعلن تايبيه في جزيرة تايوان عاصمة مؤقتة لبلاده. في عام 2016 وفاة 97 شخصا وإصابة أكثر من 1000 شخص جراء زلزال قوي ضرب إقليم أتشيه شمال غرب إندونيسيا. من أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1598 الفنان الإيطالي جان لورينزو بيرنيني، وفي عام 1810 عالم الفيزيولوجيا الألماني ثيودور شوان، وفي عام 1905 عالم في مجال الفلك جيرارد كايبر. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1898 عالم الكيمياء الحيوية مارتن رودبل والحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1994. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. قلب
البروتين جزء أساسي من غذائنا اليومي والأساس لبناء جسمنا بشكل صحي. لكن مين مكتشف البروتينات؟ متعرف سوا بهالتقرير التالي. مارتن روتبل عالم الكيمياء الحيوية والغدد الصم، ولد في الواحد من كانون الأول من عام 1925، وهو المكتشف للبروتين، حيث تقاسم جائزة نوبل في الطب عام 1994 مع زميله ألفريد جيلمان لاكتشافهما البروتينات ودورها في توصيل الإشارات داخل الخلايا. ولد روتبل في ولاية ميرلاند والتحق بجامعة جونز هوبكنز عام 1943، حيث ارتكز اهتمامه الدراسي على علم الأحياء والأدب الوجودي. توقف مؤقتاً عن دراساته عام 1944، إلا أنه عاد إلى جامعة جونز هوبكنز عام 1946 وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم، وتخصص في علم الأحياء عام 1949. في عام 1954 حصل على الدكتوراه في الكيمياء الحيوية من جامعة واشنطن، وانتقل إلى جامعة إلنوي ليجري أبحاثه ما بعد الدكتوراه بين عام 1954 وعام 1956. في كانون الأول عام 1969 عمل روتبل عضواً في الفريق البحثي الذي يدرس تأثير هرمون الجلوكاكون، واكتشف روتبل أن الدينوسين ثلاثي الفوسفات يمكنه أن يعكس عملية ارتباط الجلوكاكون مع المستقبل الخاص به على سطح الخلية، ليتوصل روتبل في ختام أبحاثه إلى أن الجوانوسين ثلاثي الفوسفات يحفز نشاط بروتين الجوانين الذي سمي فيما بعد ببروتين جيم. حصل مارتن روتبل إلى جانب جائزة نوبل في مجال الطب على جائزة دولية من مؤسسة غريدنر عام 1984، وجائزة لون بيري التي تشترك في منحها الأكاديمية الفرنسية للعلوم والأكاديمية الوطنية الأمريكية عام 1987. توفي مارتن روتبل في السابع من كانون الأول من عام 1998. أولى محطاتنا الصباحية لليوم من عالم الأدب، وليس أي أدب، بل نستطيع أن نقول عنا كلمة الحق يلي حمل ابن الوطن بالمغترب لينشرها حول العالم في معارض دولية وبمنتهى المسؤولية لتكون سوريا وما يحدث بها هي الرسالة يلي كانت شاغلته وكانت شغله الشاغل طوال سنوات إقامته في السويد، وخصوصا خلال فترة الحرب على سوريا. خلينا نرحب بمدير مركز التوازن الإعلامي في السويد الكاتب يعقوب مراد. صباح الخير والحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور يعقوب. بداية رح نحكي عن كتابك يلي صدر الجديد، ولكن خلينا نحكي ونتوجه للقدس يلي هي بوصلتنا من سوريا من قلب العروبة النابض. خلينا نقول انه هذا القرار يلي صدر، طبعا قرار الامريكي باستبدال العاصمة فلسطين الى العاصمة اسرائيل، شو رأيك بهذا القرار؟ يعني هو قرار مؤسف ما في شك، بس أنا بدي أحب أخذ كلمة وزيرة الخارجية السويدية اللي قالتها اليوم إنه قرار ترامب قرار كارثي بكل معنى الكلمة، خاصة في حال لو إنه طبق. يعني بس أنا استغرب إنه الحالة الهيجان اللي جادت الدول العربية إنه باستغراب. أنا ماني شايف إنه الموضوع مستغرب، لأنه هذا الشيء كان معد أو من كوارث الربيع العربي اللي كان من أهم أهدافه إنه يوصلوا لهالمرحلة هذه. اليوم لما اتفتت الدول العربية، لما الحروب التهت، الجيوش تدمرت، بمباركة معظم الدول العربية، قادة الدول العربية، خاصة إذا قلنا نحن الدول الخليجية، عندهم علم إنه بهذا القرار هو قادم لا محالة. طيب ماذا فعلت الدول العربية؟ ماذا فعلت الجامعة العربية؟ الجامعة العربية
منذ أن استولوا عليها دول الخليج أصبحت الجامعة العبرية، فمهدت لكل أهل هذا القرار. يعني هي في حالة سبات دائما يعني. ليس فقط سبات. ماتت، ما لها وجود. وقال له وين؟ إذا كانت اليوم وزيرة خارجية السويد بتقول إنه قرار كارثي يلي هي ما لها علاقة بالدول العربية ولا من يحزنون. طيب شو عمل الدول العربية؟ وين الجيوش اللي انطلقت الصبح وراحت لتحرر؟ وهن عارفين سابقا. انا أزم مثل ما قلت انا في حضن الشيطان سابقا ومكتوب من سنة 2013 انه هذا القرار قادم، وان الدول الخارجية مباركة لهذا القرار ودعمت لهذا القرار وبنت مستوطنات وتكلفت ماديا بالمستوطنات من اجل انه يكون هذا القرار قادم. طيب اوكي، شو تحركت؟ شو اللي عملوا فيه؟ ولا شيء. هل سيبقى مثل ما كانت المعلمة ايام زمان شوهد، تاخذ الدفتر تبع الطلاب خلص شوهد الجيد والصالح والعط، تكتب شوهد 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 وانتهى وجا غيره؟ هل سيبقى هيدا مثل ما راحت غير قصص مثل؟ طيب اليمن شو عملنا بالنسبة لموضوع اليمن؟ شو عملوا العرب بالنسبة لسوريا؟ هل ساهموا بوقف النزيف أم هن شاركوا بالنزيف؟ يعني أنا أشوف أنه هو نحن بالنسبة لأنك سوريين، لأنه مثل ما أنت حضرتك تفضلت أنه القدس كانت البوصلة، لأن الفلسطين القضية الفلسطينية رغم أنه قسم من الفلسطينيين ساهموا أو باركوا اللي صار بسوريا وكانوا ضدنا رغم أنه نحن وقفنا معهم، رغم ذلك نحن دائما كانت بوصلتنا هي القدس وقضيتنا هي فلسطين المركزية رغم كل اللي صار فينا. بس شو بقية العرب شو بنعمل؟ جمدوا سوريا لأنه صوت الحق بالجامعة العربية، والبقية الدول وين؟ دول الصمود والتصدي اللي كانت ليبيا اليمن العراق سوريا، مين بقي؟ يلا يا عارض، ولا حدا. للأسف قرار كارثي فعلا. نعم دكتور يعقوب، يعني قرار كارثي وهو يمكن صداع عالمي كارثي، ولكن من وجهة نظر حضرتك يمكن سمعنا لرأيك، ويمكن من خلال كتاباتك حضرتك بتتطرق للوطن، لمحبة الوطن، بتتطرق لهدول المواضيع يلي هي مأسرة فيك حتى وانت بالمغترب. اليوم الوطنية، اليوم العروبة، اليوم الأرض، قديش من خلال الكاتب له دور فيها أو له دور لنشر هي الثقافة، لنشر ثقافة المحبة أو نقلها إلى جيل جديد أو إلى العالم أجمع؟ شوفي بدي لك شغلة، هي ثقافة الانتماء. أن يكون الإنسان حتى لو كان عايش برات البلد تجيك الظروف أنك أنت تنتقل إلى بلد آخر. أنا صار لي 32 سنة بالسويد. ما بقى عندي أهل أنا حتى هون، يعني اللي توفى توفى واللي انتقل انتقل. بس أنا اليوم من 7 سنوات أنا ما قطعت كل سنة مرة ومرتين وثلاثة أنا أجي جيبوا فود من خارج البلد، أجي أعمل مؤتمرات هون، ريع الكتب اللي كتبتها. أخذت 3 سنوات كتابي الحقيقة أريد أن أرى الشمس، 3 سنوات 13 بلد نبحث عن الحقيقة شو اللي عم يصير في العالم العربي. يعني اليوم نحن وصلنا لشغلات كارثية، يعني وصلنا لحقيقة مرعبة جدا إنه هذا اللي عم يصير. لما استخدمت أنا بالبحوث تبعولي ونكسرت بالمحاضرات القية، فكرت إنه أنا أعملها كتاب لحتى الناس تعرف إنه شو الفعل الحقيقة اللي عم يصير بالأرض الواقع. وقلت لأنه هيدي الكارثة اللي صار واللي ساهموا فيها على سوريا، فأنا حطيت أنه كل ريعه مو بس أنه بسوريا، مو بس أنه ب22 معرض اللي انعرض الكتاب، حتى بالسويد وبالدنمارك وبفنلند وبالنرويج، ريعه كلياته لمصابين الحرب في سوريا. كلياته كان كل ماذا لحد اليوم في 36 كرسي، 128 هاي اللي استفادوا من موضوع هيدا الكتاب. قلت هم خربوا ونحن نكتب خرابهم ونساعد من تضرر بهذا الخراب. فنجب أن نطلع الحقيقة حتى لو كنا خارج الوطن، حتى لو كنا أين من حتى لو ما سمعوا، حتى لو يمكن ما قبلوا لا يسمعوا ولا قبلوا يشوفوا، بس نحن يمكن من خلال الكتب نحن عم نوصل، أو من خلال كلمتنا نحن عم نوصل الحقيقة يلي هي على أرض الواقع. مو بس اليوم من خلال الكتب، نحن من بالسويد خاصة تماما من خلال طبعاً فعاليات عديدة. اليوم السوريين بالسويد يعني أنا بوجه لهم تحية، يعني ما تركوا مناسبة تمر بالنسبة بخص سوريا، لا أن مثلا حفلات اعياد الجلاء، لا عيد الحركه التصحيحيه، لا اثناء الاستنكارات، لا المسيرات، لا وعانينا بالبدايه كثير، كان في ناس ضدنا يقولوا شو عم تحكوا انتوا وين واقفين. بس بالفتره الاخيره بلشت البعض يفهموا انه هذا اللي عم يصير بعد ما شافوا باليمن، بعد ما شافوا بليبيا وغير، انه هذا اللي عم يصير انه نحن على حق. اليوم حتى الخطاب بالسويد رغم انه ما زالوا الغالبيه لانه الاعلام معروف موجه هو،
بس بالفترة الأخيرة صاروا يقولوا الجيش السوري حرر الرقة. نعم. يعني هي ما كنا نسمعها قبل. هذا اللي رح نحكي فيه بهذا السؤال. يعني أول شيء تحيتنا للجالية العربية الوطنية في السويد حصلاً على الوطنية. بدنا نشوف الرأي العام هلأ طبعاً بعد هالقرار يلي صدر على ترامب وهلأ قرار جديد، ولكن هناك رأي عام تجاه فلسطين وتجاه سوريا أيضاً، لأنه نحن في خندق واحد عم نعاني نفس المعاناة، مصير ولكن واحد. مصير واحد ولكن كل واحد باتجاهه. خلينا نحكي عن الرأي العام اللي بالسويد ورأيك أنت كمغترب كسوري مغترب. يعني هو هذا الرأي يعني كما تهمني سوريا أنا تهمني فلسطين أكيد. وأنا أعرف إلي أصدقاء جدا فلسطينيين موجودين بالسويد وعلى رأسهم الدكتور ناصر، أنا بوجه له التحية، سوري للعظم، يقول إني أنا قعدت كم سنة في سوريا ودرست في سوريا لا أنسى فضل سوريا علي لأنه علمتني وأصبحت دكتور، واليوم صار له سنوات طويلة في السويد. اليوم ما في شك نحن قضية فلسطين بتهمنا، واليوم أعتقد أنه بوادر بالسويد حتطلع مظاهرات، حتطلع مسيرات استنكار، ولكن يعني شو اللي بيطلع بالإيد أكتر من هيك؟ يعني بالنسبة لأن إذا كانوا السويديين مستنكرين، إذا كانوا السوريين مستنكرين، هل نكتفي بالاستنكار؟ في شيء لازم يكون على أرض الواقع. أرض الواقع نحن بنعرف أنه في شغلة واحدة بس عم بتصير. أنا يوم أخذت الجائزة بمهرجان صبيطلة بتونس لما رفعت قوس النصر، قلت أنا هذا قوس النصر لا استحقه، من يستحقه هو الجندي السوري اللي ما عم يدافع بس عن كرامة سوريا وإنما عن كرامة العرب كلها. أكيد. طيب هذا اللي هو الجندي السوري اليوم اللي على أرض الواقع هو اليوم اللي عم يفرضوا المعادلة. ودكتور هذا الانتماء يلي نحن عم ننتمي له كجنود كجيش عربي سوري، هون الانتماء للوطن وللعروبة هو الأهم من العروبة، هو الانتماء. قديش الانتماء مهم؟ هي يعني الثقافة. أنا محاضراتي عملتها من سنتين بمحردي وعملتها بعد مناطق، هي ثقافة الانتماء، أنه نحن ينقصنا بعض الناس ثقافة الانتماء، يجب أن نضع الانتماء نحن بالهالي ونكون نحن حواليه، لأنه إذا ما كان عندنا انتماء شو هو؟ أنا بقعد يوم 32 سنة بالسويد، الثاني بيقعد 40 سنة بأستراليا أو بغيره، وين جزوره؟ صحيح. ما عنده جزور. أنا اليوم لما برجع على على على, على سوريا رغم كل الظروف أنا بحس حالي ملك، لأن أنا بحس حالي على جريتي على أرض صلبة، مش إنه أنا غريب. أنا ببقى 40 سنة بالسويد وخمسين سنة بالسويد، أنا ما حتى لو جنسيتي سويدية أنا ماني سويدي، أنا ما بقى سويدي، أنا ببقى سوري. ونحن أنا سوري، قلت أنا سوري قبل ديانتي وكنيستي وجرنا معمودية كنا سوريين وسنبقى سوريين. صحيح. قبل حتى كل الديانات. فاليوم لما أنا مثلا بيجي اليوم يعني هلا عندي نهار السبت بتسعة الشهر بمحردي في عندي محاضرة وتوقيع كتابي اللي حكينا عنه الحقيقة أريد أن أرى الشمس، وعشر الشهر في عندي كمان باللاتقية وريعون بكل منطقة هي لجرحة تبع المنطقة اللي هي اللي صارت فيها. نعم. دكتور يعقوب يعني ذكرت أنه رح يكون عندك جولة على عدد من المحافظات، خلينا نحكي أكثر ونتطرق لموضوع الكتاب ويمكن شو بيتضمن وهي أبرز المواضيع يلي اتطرقت لها ضمن الكتاب. أنا قلت لك أنه هيدا الحقيقة، خلينا بس بعد إذنك نشوف الكتاب الحقيقة. في أوكي أيوة بس هيك. الحقيقة أريد أن أرى الشمس. الحقيقة أريد أن أرى الشمس. الحقيقة أريد أن أرى الشمس. كلنا نريد أن نرى الشمس. نحن نقول إنه سوريا الشمس. الحقيقة هو كان بالأصل لما أنا انطرقت منه، أنا ما انطرقت منه من أجل إنه بكتب كتاب، إنه أنا لما بدت الأزمة ببداية الأزمة بسوريا. شكرا. كان في أسئلة كتير عمالية تنفرض على المواطن. نعم. إن كان داخل سوريا وإن كان خارج سوريا. نعم. فاليوم أنا كنت أفكر إنه حملت هالأسئلة كلياتها والتقيت ببروفيسور سويدي وبدأنا رحلة البحث عن الحقيقة. إنه شو العمالي يصير، هل نكتفي بما يقوله الأعلام أم نذهب نحن إلى الأماكن اللي حدثت. تجولنا في تركيا، تجولنا في العراق، تجولنا في دول أوروبية من تونس. يعني أكثر من 22 معرض كان. أكثر من 22 معرض لحد اليوم، وآخرها كان معرض دمشق للكتاب. نعم. وقبل منه كان معرض بيروت، وهلا بالشهر الجاي في عنا بمعرض هيشارك بمعرض، والشهر اللي بعده بكازابلانكا بالمغرب، وشهر ثلاثة بتونس. ما شاء الله في إقبال ومبيعات عالية منيح، وأنا مبسوط كل ما زاد عليه المبيعات كل ما زاد قدرنا نساعد. أنا قلت إنه كتاب
يساعد مصاب. صحيح. دكتور خلينا بس هيك شوي نتطرق للغلاف، يمكن مكتوب خبايا وأسرار الحرب الكونية على سوريا، صورة أولاد عم تعاني من الحرب، صورة يمكن تفاصيل بتوجع، ولكن يمكن هي الإرادة هي كانت أقوى. خلينا نتطرق لديزاين الكتاب ويمكن لأهم النقاط يلي توجهت فيها من خلاله. أنا لفت نظري هذه الصورة يلي تداولت كتير جدا، أنه كانت لما اضطرت أنه لحظة القذائف اللي صارت والتفجيرات، وبعد يومين وهن عمال يشيلوا الأنقاض اكتشفوا أولاد تحت الأنقاض وكان عايشين يومين في الظلام بالكامل. فأول ما فتحوا عم يحاولوا يفتحوا الحديد، عم أول شغلة كان بدهم يشوفوها هي الشمس الحقيقة، ونحن كنا نبحث عن الحقيقة. فلذلك كان هذا الديزاين تبع الكتاب أنه خير معبر لموضوع الكتاب. تمام. يعني دكتور، من الحقيقة إلى عراب المحبة بصمة رجل، يعني خلينا نحكي كيف انتقلنا من هون لهون، وشو كانت المستجدات وشو كانت القصص يلي ضفتها بكتابك الجديد؟ أنا بدي أقول شغلي إنه هلأ كتاب الحقيقة أريد أن أرى الشمس هو كتاب سياسي، كتاب عن حول موضوع اللي ما جرى في سوريا خاصة. نعم. والعالم العربي، نحن بحاجة لحتى نشيل هالكراهية، نحن بحاجة إلى المحبة. هناك محبة بكل مجال، هناك محبة الأم، هناك محبة الوطن، هناك محبة بصمة لكل إنسان. أنا اليوم خلال 32 سنة بالسويد كان في بصمة، هي اسمها بصمة رجل أو بصمة مهاجر ما بين الوطن والاغتراب. فهناك بصمات فنية لفنانين، في هناك بصمات فنية للرياضيين مثل غادة الشعاع، بصمات فنية مثلا لدريد الحام. نعم. في قصص يمكن هدول العالم اللي كان لهم أثر بسوريا ويمكن شاركوا بأهم المحافل وبأهم الفعاليات العالمية. في قصص حدثت كنت أنا شريك بالقصة أو كنت شاهد على القصة. فأنا حبيت أنه سطرهم هودا أنه يكونوا عرابين المحبة. عرابة محبة أم أنه شو مرة ما صار فيها، عرابة محبة ابن تجاه عائلته أهله أو تجاه وطنه، محبة عسكري تجاه وطنه، محبة فنان لبلده كدريد لحام، كممدوح الأطرش، كغادة شعاع. هل قصص هذه المحبة الإنسانية سلط على الضوء كتير على الإنسانية، أنه نحن وخاصة هلأ بعد فترة الحرب ونحن على أبواب الانتصار وعلى أبواب نهايتها، نحن بحاجة إلى بناء الإنسان. إنك تبني الإنسان لازم تبنيه بالمحبة. من يقرأ هذا الكتاب تتحرك عنده المشاعر الإنسانية، مشاعر أخلاقية، إنه في ناس رغم إنه الناس اللي كانت عدوانية، اللي كانت ضد، اللي انقلبت، في ناس أيضا كانت لها بصمة إيجابية، بصمة محبة بكل معنى الكلمة. فحبيت إنه أنا سطرها إنه بكتاب لتكون متداول كمان للناس كلها يقرأ، مو بس إنه يقرأ عن الكراهية. شيء يغسل الكراهية لازم تكون المحبة. نعم. دكتور يعقوب، يمكن من خلال حديثنا ذكرت أنه رح يكون في لك جولة بالمحافظات، خلينا نرجع نذكر المشاهدين لحتى كل حدا يمكن حابب يكون بين إيدي الكتاب أو يطلع على تفاصيل الكتاب، محاضراتك وين رح تكون والتوقيت الصحيح من أجل المشاركة؟ أنا المشوار الماضي بشهر آب اللي كنت وقعته في بيروت ووقعته هون بدمشق بمعرض الكتاب استغرق تقريبا 10 أيام، أخذ كل وقتي، ما كان عندي استطاعة أنه دور بالمحافظات. فوقعته مو بس بمعرض، وقعته كمان بعدة جمعيات منها لمس الدفا وعدة تجمعات. نعم. كمان الإخبارية كانت مواكبتك دائما بتوقيع الكتب. نحن القنوات السورية والإخبارية خاصة نعتبر بيتنا. أكيد. فمحردي هي بلدي ومكان اللي أنا ربيت فيه، وإلا فضل علي مثل ما الوطن عليه له فضل، بحس إنه هي عائلتي الصغيرة مثل ما هن الوطن هو عائلتي الكبيرة. فالبداية حتكون بمحردي إن شاء الله، بكرة أنا مغادر لمحردي، والسبت هو حفلة التوقيع الساعة 6 مساء إن شاء الله بالمركز الثقافي. ومثل ما قلت إنه رايو حيكون، وهي حتكون مناسبة كمان التقي بكل الأصحاب والأصدقاء اللي بانتظاري، واليوم من الصبح من التليفونات متواصلة، وإن شاء الله حيكون لقاء حلو يومين. ونهار الأحد حتستمر الجولة للاتقية كمان باللاتقية، كمان في هناك تجهيزات وتحضيرات كبيرة، وإن شاء الله كمان يكون باب خير.
وحنطلق منها لطرطوس وحتكون الرجعة كمان مرة تانية بالسلامة إن شاء الله. الله يسلم. أكيد بالسلامة، يعني دعم كل مشروع وطني سوري وخاصة لدعم الجيش العربي السوري، نحن منفتخر فيه ومنفتخر بكل شخص سوري خارج الوطن ويحمل قضية ورسالة وطن. كلمة أخيرة منك لكل اللي عم بيتابعنا، الدكتور يعقوب مراد رئيس مركز التوازن الإعلامي بالسويد، كلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة بدي أحب أقولها أنه مهما الليل طول ومهما الظلام طول إلا ما تشرق الشمس، إلا ما تبقى المحبة. الإنسان، كلمة الإنسان هي من الإنسانية، ونحن بدون إنسانية ما بنقدر نعيش. راهنوا على الإنسانية، راهنوا على مساعدة الآخر، راهنوا أنكم تكونوا إنسان قبل أي شيء آخر. نحن هذا هو رهاننا اللي حنكسبه. بالحب ممكن أنه نعيش، بالكراهية ما بنقدر نعيش أبدا. وسوريا من يوم يومها هي مهد الإنسانية، مهد الحضارة الإنسانية، ومهد الرسل، ومهد كل شيء جميل ورائع. وأنا أفتخر مثل ما قلت أنا بمقالتي، أنا سوري وأفتخر، أنا أفتخر أني أنا سوري وأنتمي لهذا الوطن. أكيد. نحن أكيد منفتخر بحضرتك وبكتابات حضرتك وبإضاءاتك الرائعة وبوطنيتك يلي هي لازم تكون مثال للعديد من المغتربين. أكيد شكرا كثير لك دكتور يعقوب. صدقيني في مثلي كثير كمان بالاغتراب، وبعرف نوجه لهم تحية أكيد للوطنيين مثل ما قال التالي للوطنيين، وقديش قلبهم على حبتهم. امبارح واحد ما صلوا أكثر من 6 شهور طالع من سوريا، امبارح كتب لي نيارك أنت بسوريا، جيب لي معك كمشة هذا الحنين للوطن، جيب لي معك كمشة تطرق هذا الحنين. تمام يعني شكرا كثير دكتور. الله يخليك. نورتنا دكتور، شكرا كثير ليا. رح ننتقل لمحطتنا التالية من مدارس بنات الشهداء في المزة، حيث أقام مشروع نسمة أمل تكريم للمتفوقين من أبناء وبنات الشهداء. تفاصيل رصدتها كاميرا الأخبارية السورية، خلونا نتابع سوا. شخص لأبناء الشهداء هو أنا بقول بيعطي دعم لأبنائنا، لأنه الوطن والدولة اهتمت كثير بالشهداء وأبناء الشهداء، لكن أنك تشوفي قامة كبيرة مثل الأستاذ مازن الترزي المغترب السوري أنه من بداية الأحداث أعطى أهمية كبيرة لأبناء الشهداء. ما في مناسبة إلا منشوفه بيننا وجاي يكرم أبناء الشهداء، هي من ناحية نفسية عم بيعطي دعم لابن الشهيد. ونحن منخجل بصراحة كل ما منقرب من المدارس أبناء وبنات الشهداء، منخجل من حجم تضحيات أهليهم، حجم تضحيات أبائهم، وما لازم ننسى أنه بدمهم في دم الشهيد، بروحهم في دم الشهيد، بعروهم في دم الشهيد. نحن فخورين بوطننا وبشهداء وطننا، وأنا بدعو كل رجال الأعمال السوريين للاهتمام بالعودة والمساهمة بإعادة البناء على المستوى الأعمار الحجر ومستوى البشر. نحن عم نكرم المتفوقين من أبناء وبنات الشهداء اللي طلعوا الأوائل بكل المراحل العمرية، وحبينا نعمله بهالفترة، هي فترة أعياد وفرح وهيك، حتى يحسوا بالفرح وبالأعياد. بدي أعطيهم كل الشكر لمدرستنا الحلوة، نحافظ عليها، وفي فرح بجواتي بده يطير بالسماء. أنا كتير بحب هاي المدرسة وبعتز فيها كتير 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 كتير، وما فيني إذا طلعت على البيت، ما بحب أطلع، بس بدي ضل بالمدرسة، والله يرحم روح الشهداء. نحن من مدرسة بنات وأبناء الشهداء وماتوا آبائنا دفاعاً على الوطن، ضحوا ودافعوا عنا في سبيل الوطن،
وحموه، وأنا أريد أن أتفوق كي أرفع رأس أبي وأمي بهذا التفوق. هذا التفوق إجا نتيجة جهد مبذول طوال السنة من قبل الطالب، من قبل إدارة المدرسة، من قبل أساتذة اللي بذلوا كل طاقتهم مشان توصل هالمعلومة للطالب ويوصل لهالدرجة. يا سالي، وصلنا لجولتنا على أبرز الأخبار الثقافية بسوريا والعالم، والبداية من دمشق يلي بدأت ترتدي حلة الميلاد بمناسبة عيد القديس نيكولاوس واقتراب أعياد الميلاد وراس السنة، وببركة من صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. أحيت كنيسة القديس نيكولاوس بالمزة مجموعة من الفعاليات تضمنت رسالة لجوقة كنيسة المريمية. تفاصيل أوفى منتابعها مع بعض. رسالة سلام، رسالة محبة، مثل ما الرب يسوع إجا لكل البشرية لكل العالم ليحل السلام والبركة. نحن بأصوات شبابنا عم نبعث رسالة لكل العالم أنه شبابنا موجود، شبابنا مولود مع يسوع، شبابنا رغم كل الأزمات هو صادع بصوته، صوته جميل عم يعضك لكل العالم بأغاني الفيروزية، أغاني جميلة، أغاني الميلادية، هل هي بتعبر عن محبتنا وسلامنا ورسالتنا لكل البشرية. إن شاء الله اليوم نحن نقدم هالرسالة هل توصل لكل العالم ويعم السلام في كل الناس. دائما منضل منصلي لربنا لحتى يبعث السلام لهالبلد. ونحن اول قطعه اليوم بدنا نغنيها هي ايه يا رب السلام، يعني كمان عم ندعي رب السلام لحتى يبعث السلام بسوريا. بميلاد السيد المسيح ولد السلام، هو يلقب برسول السلام، فبميلاد السلام على الارض وهب الحياه اكيد كمان. فنحن هذا اللي بدنا نسعى انه نوصله للعالم هلا ونعيشون ياه ونعيشه نحن كمان، وان شاء الله بكون هالسنه سنه سلام وخير وحياه افضل على بلدنا وعلى جيشنا وسياده الرئيس اكيد يلي بظلوا عم نعيش هالاجواء. فان شاء الله السنه مباركه ومواسم مباركه بتكون.
ليا بأجواء الثقافة رح نبقى لكن هالمرة من مجمع دمر الثقافي وتحديدا من المسرح المغلق حيث أحيا تجمع سوريا الأم فعالية بعنوان جاردينيا الطفولة. تفاصيل أوفى مع زميلتنا لينا شيبون. ظل هاي الظروف أكثر حدا تضرر هنا الأطفال. الغاية من هاي المبادرة وأنا ما كتير بحب أطلق عليها اسم مبادرة لأنه أنا بشوفها أكبر من هيك، نحن عم نشتغل على التنمية المستدامة، يعني ما بدنا نوقف عند زمن ولا بدنا نوقف بمكان. إن شاء الله الأيام الجاية فيها شغل كتير حلو لحتى أنه نقدر نطلع الأطفال قدر الإمكان من الأزمة اللي عايشينها اليوم. اليوم نحن بوضع خاص جدا بالبلد، فلا بد من أنه الكل كله متعاون منشان رفع شأن هالناس ويعطيهم جرعات دافئة هيك تساعد بأنه على النهوض من جديد، نهوض البلد بشكل حقيقي. وهي الأطفال بدهم 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 مين يعطيهم الحماس اللي هن جيل المستقبل. احنا عم ندعم الطفل بشكل نفسي انه يشارك بنشاطات بفقرات فنية بكورال، دائما عندنا تدريب دائما عندنا نشاطات لنحسن من نفسية الطفل. الهدف من إقامة هالتظاهرة الحلوة نعبر نحن عن سوريا البطولة وليس سوريا الطفولة فقط، نقدم إيش يعني كلمة الطفولة عندنا في سوريا اللي تحملت كل هالصعاب واللي تأثرت تأثير كتير كبير بالأزمة، ولكن التأثير إن أنا بدي أكد دائما على النقطة هاي من خلال العرض اللي راح تشوفوها هلا إن شاء الله واللي راح يعجبكم أكيد. الطفولة اللي إحنا عنا بسوريا وتنفرد عنا بجميع عن جميع الأمم كلها. يعني ليا هلأ بهذا الشهر تحديداً عم نشوف فعاليات كتيرة وخصوصي عم بتفرح قلوب الأولاد مثل ما شفنا من شوية الريسيتال الميلادية اللي بيريح النفوس وهالفعالية الحلوة كمان. أكيد سالي، يعني من خلال جولاتنا الثقافية عم نضوي على أبرز الفعاليات يلي عم تصير أكيد بسوريا وبدمشق وبكل المحافظات السورية أيضاً. هلأ رح نروح لفاصل ونتابع فقرات صباحنا غير. فنان أحب سوريا فبادلته الحب والوفاء، وبمناسبة مرور 10 أعوام على رحيل الفنان اللبناني عزار حبيب أحيا المطرب أدهم كريم والفنان هادي بقدونس أمسية غنائية وموسيقية بالمركز الثقافي العربي في أبو رمانة وسط حضور مطربين وشعراء وباحثين وحشد من المهتمين. للحديث أكثر عن هيدا الأمسية معنا بالاستوديو المطرب أدهم كريم والأستاذ ملهم صالح أدهم كريم عفوا والأستاذ ملهم صالح الناقد الإعلامي. يسعد صباحكم نورتونا. صباح الخير فيكم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم ومبروك. يمكن هالأمسية يلي كانت هي ذكرى بتخص كثير من السوريين وذكرى حلوة بالبلد. نحكي مع حضرتك بالبداية أستاذ ملهم وخلينا نحكي يمكن عن أهمية يمكن تكريم الراحل عزار حبيب بصوت سوري ومع فرقة سورية ومع أداء يمكن بوسط دمشق. الحقيقة ليا بتعرفي أنت هذا الشهر هو شهر الأعياد شهر الميلاد، وهي يعني واحدة من الخطوات أن نؤكد أنه الفن في سوريا هو تراكمي. أنا عم بحكي عن سوريا الطبيعية، يعني فلسطين ولبنان وأيضا سوريا بلاد الشام، وبالتالي من هنا هذا الفن الأصيل اللي هو قدمه الراحل عزار حبيب.
ف يعني بهذا الشهر بتكون ذكرى رحيله العاشره. والحقيقه كمان الصديق المطرب الاستاذ ادهم كريم هو من عشاق عزار حبيب، فكانت الفكره انه نعمل مثل شيء ان شاء الله بنستمر عليه، هو ليس حصري فقط على ملف عزار حبيب لاحقا، انه ادهم كريم يغني. فكانت المحطة الأولى في أن اخترنا يعني بمناسبة ذكرى رحيله العاشرة اللي هو الموسيقار عزار حبيب الحقيقة. ومثل ما تفضلتي أنه هو إنسان بادر لسوريا كل الحب، ولا يمكن لأي سوري إلا أن يعني يرد له الحب بالحب للموسيقار عزار حبيب. أكيد الرحمة لروحه. رح نرجع لحضرتك، ولكن خلينا نروح للأمسية الغنائية اللي رصدتها زميلتنا ريما سليمان، ومنكفي حديثنا معكم. هذا الهرم الكبير، هذا الجبل الكبير، جبل أرز يلي أنا بقوله طبعاً لأنه هو أسس مدرسة من خلال ألحانه الكلاسيكية، واليوم حيقوم بهذا الدور طبعاً صديقي وصديق عمري الفنان أدهم كريم اللي حيغني بعض الأغنيات لعزار حبيب. وهو يعني كان بيلبق له هذا الموضوع لأنه هو متقمص شخصية عزار حبيب. بتمنى أنه تكون أمسية حلوة. الأمسية جميلة بالتأكيد لسببين، لأنها أولا سنستمع ونستعيد ذكرى الفنان عزار حبيب في ذكرى رحيله العاشرة، وسنستمع إلى أغنيات جميلة كثير محلاي سيدلي يا سيدلي ونانا وأغنيات أخرى. السبب الثاني أن الفنان أدهم كريم سيقدم هذه الأغنيات بصوت جميل وبأدائه وبمصاحبة موسيقية جميلة. يعني أكيد من بعد ما تابعنا هالمشاهد يلي رصدتها كاميرا الإخبارية السورية رح نجي لعند أدهم كريم. تفضل. المغني يلي يمكن مبارح أو بالأمسية أديت أداء جميل، أداء نابع من القلب، يمكن وصلتنا مع المحبة تبع عزار حبيب يمكن قبل الأغنية، يعني مبينة بعيونك المحبة. أول شيء أدي بيعني لك تكريم هيك قامة، تاني شيء يمكن قدي مهم انه يعني المطرب الفنان هو يقول يمكن هيك اغاني هي ما يمكن اخذوها مطربين جداد جددوها بس ما بيعرفوا انه هي لعزار حبيب. صح. هلا راح العزار حبيب حاله مثلى، كان بظل وجود كثير ناس كبار من الفنانين
خلينا نحكي عن الرحابة، فيروز، عصام رجي، ملحم بركات، هو حدا شق طريقه لحال، عمل أغنية. لحنا الفكرة من الأمسية شو نقدمه؟ أنه قدمنا شيء، أنه الأغنية أغنية الصباحية اللي ولو الناس بجوز هلا تقول أنه بالغنا بالتعبير، أكثر حدا كان ينافس فيروز، ما حدا بينافس فيروز أكيد. على الأغنية الصباحية هو كان عزار حبيب. يعني أنا واحد من الناس فيروز، وبالمرتبة الثانية عزار حبيب، يعني أنت ما فيك تحطي كل الوقت فيروز. فأنا واحد من الناس كنت دائما أسأل العالم وقت بيكون طالع أغنية العزار حبيب وبيرن تليفونك مالك قلب ترد، بتلاقي بتسمعي بتضل بتكملي. هو حدا طريقة اللحن تبعه، لحنه سهل كتير، بس هو بنفس الوقت بده إحساس عالي، فالناس بتفكر إنه الأغنية إنه أي حدا بيقدر يأديها. لا، هي موضوعها كان كتير حساس. يعني عزار مساحة صوته منها المساحة الكتير كبيرة، بس هو كان يوصل إحساسه للناس. صحيح، كان في حنية بصوته. بي مثل ما عرفنا عنك، غير حبك لعزار حبيب، حبك لسوريا للوطن، شو بدك تسمعنا اليوم لسوريا بهذا الصباح؟ هلأ أول شغلة، نحن صارنا نهارين عم نتابع الأخبار واللي عم بيصير في شيء. يعني نحن كدورنا كفنانين ما في غير صوتنا نقدمه أكيد. فننا، الأستاذ نقده، حضرتك الشيء اللي بتقدميه للشاشة. نحن كفن الموسيقي بيعبر عن آلته، نحن كمطربين بصوتنا، بس بعجالة من نقول شغلة، إنه قد ما عملوا قد ما ساووا، القدس حتبقى عربية، فلسطين حتبقى إلنا. صدقيني أي قرارات بتطلع بالأخير ما حتأثر، لأنه دائما هو الشعب هو اللي بيقرر هذا الشيء، وإن شاء الله دائما سوريا منصورة. نحن عملنا مجموعة أغاني وطنية من شيء 3-4 سنوات، حنسمعكم أغنية اسمها أمي سوريا. يلا. يا أمي شو بحبك أنا، يا عمري ويا روحي أنا، يا أمي شو بحبك أنا، يا عمري ويا روحي أنا، لو فيني خبيكي وعيوني أعطيكي، لو فيني خبيكي وعيوني أعطيكي، ولحتى أرضيكي بفديكي أنا. يا سوريا يا أمي أنا ابنك، أنا بابك واحد من شبابك، مندور لترابك يا بلاد الهنا، يا مجمع احبابك ومشرع ابوابك، يا حضن لاولادك يا كل الدفا. يا سوريا يا امي يا امي انا. يسلم صوتك، يسلم هالصوت. سيد ملهم، رح نرجع بالحديث لحضرتك ونحكي أكثر يمكن عن الأمسية ومين كان يمكن من أهم الضيوف اللي المشاركين، وخلينا نحكي هيك شوي، نتطرق قديش مهم اليوم من خلال يمكن الأمسيات نشر هي الثقافة، نشر ثقافة الفن يلي بحياته ما بيموت. يعني هو مثل ما تفضلتي حضرتك، هي المنابر الثقافية دورة، وتحديدا يعني في هذا الوقت اللي هو في هجمة على الهوية، في هجمة على الوطن، في هجمة انك ترجعي تقولي مسيرة يعني قامة مثل عزار حبيب. طبعا نحن عم نفرجي انه اي قامة وطنية يمكن ان نحتفي بها. عزار حبيب المولود عام 1945 والمتوفى عام 2007، يعني تقريبا 62 عام، يعني كرس الحقيقة عمره لخدمة الأغنية اللبنانية. مثل ما تفضل الصديق أدهم شوي لما قال إنه المطرب عنده أيضا الموسيقار، يعني اللي بيقدر يقدمه هو الأغنية. عزار حبيب يعني بالسبعينات، في عقد السبعينات والثمانينات، طبعا هو يعني كان مساحة الانتشار، الأوج زميلة ليا كان تحديدا بحددوا الباحثين من 80 إلى 87. طبعا بعقد التسعينات
سالي يعني صار للأسف عزار حبيب بحكم الغائب. أنا بتمنى ما يزعلوا مني والحاضر يعني في قلوبنا يعني أكيد وقلبهم تماما، بس نحن عم نحكي على الصحة يعني بمعنى آخر صاروا يرجعوا لأغاني. طبعا هو يقال انه عانى من سيطرة او من تفشي الفن الاستهلاكي، وهذا اللي نحن اليوم عم واجبنا انه نحاربه من خلال منابرنا الثقافية. معاناة انتاجية ايضا ومادية، وهدول التفاصيل كمان يمكن كمان كلها هيك هي يعني عامل لا هلا هو لانه انا بعتقد بفترة التسعينات يعني ليا انت بتعرفي انتشار الفضائيات، والفضائيات يعني مال، هذا المال اللي عم يجي يعني مشكوك بامره ترويج لطرف اخر وليس الترويج للفن وللثقافة. تمام. وبالتالي انسان اصيل مثل عزار حبيب ما ممكن انه يتخيل عن هذه القيم، لذلك وجد نفسه مضطرا. يعني انا سالي وقت كنت عم اقول بحكم الغائب انا ايضا صحيح. موجوع يعني هدول بس هي هذا السوق صحيح. يعني هيك فرض، فهو وجد نفسه انه لذلك تخيلي اخر البوم مثلا بالثمانينات وقدمه بال 86، الالبوم اللي بعده بال 95، يعني تقريبا عقد 10 سنوات هو واقف. وحتى البومه الاخير احلى السيدات اللي نحن طبعا عشاقه اكيد بنلاقيه، بس ما وجد هذا الصدى الجماهيري الكبير. يعني هلا بالالبوم مسكي اي حدا قال له شو اغاني الالبوم، في اي احلى السيدات اللي لانه صار لك يمكن هي اللي شهرت كونها بالراديو. صحيح استاذ ملهم، يعني وبيبقوا الفني اللي حكيت عنه وما يسمى الفنيه. سالي في ملاحظه صغيره بس خليني عبر منبر الاخباري لانه انا كثير بحبه وكثير مشاهد. تفضل. انا بتمنى انا بوجه رساله من منبركم لعائلته الكريمه. اكيد. حسب معلوماتي وحسب بحثي انا بعرف انه عزار حبيب كان بصدد اصدار البومه الاخير بدي حبك ليل نهار. صحيح. وما تم اصداره. بنتمنى يعني من اسرته اذا كان في شيء اي تسجيلات اي يعني نلاقي طريقه لهذا يعني الالبوم انه يصدر، لانه الحقيقه هذا هي مسؤوليتنا او واجبنا تجاهه. حاولنا انا بعرف حاولنا نتواصل مع زوجته لحتى نكمل هالاغاني، عنده كم كثير كبير. بالاضافه لهذا الشيء احنا ليش عم نحكي على عزار حبيب الصدى، بدي اقاطعك مشان تحكي لي القصه اللي صارت معك مع عزار حبيب كونه نحن وقتنا بلش يخلص. هلا نحن بال انا 5 سنين انا اصلي عازف درامز تماما بفرقه الاستاذ هادي. كنا مع الراحل صبحي جارور، فهو جاي من بيروت باستوديو 2 بالهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون. فاجا كثير تعبان، طلع لفوق قال لهم هي السي دي تبعي، انه بس اعمل له بروفا، انا كثير تعبان ماني قدران يعني اعمل بروفا. فبيحطوا السي دي، استاذ صبحي بيعزف بيقول لي تعا اجا حبيب قلبك. فبيجي انا ماسك مايك عم بغني اغاني، فهو خلص عمل مثل قيلوله ونزل، قال له يا استاذ صبحي معقول تعملوا بروفا وتحطوا صوتي؟ قال له لا، هذا صوت شاب عندي. حلو. فبيجيبني انا من كثر عشقي له لعزار حبيب، بنتي سميتها ملاك. عنده غنيت لولاكي يا ملاكي، ومن اي ملاك. هو حدا كثير فنان يعني شغفه كثير كبير، هو بتعرفوا انه هو رسام دارس بشغف، هو المطرب العربي الوحيد اللي دخل آلة البزق هاي حتى الناس تعرفها. هو اللي دخل الشرقي بأغاني، حتى كان سابق عصره بموضوع الأغاني بأنه هو كان يغني كورد والنهواند اللي دائما الناس بتسأل. يعني يا طول الحديث بدنا نتشكر بوجودكم معنا، أضفتوا لهيدا الحلقة بفقرتكم هي روح حلوة، أكيد الرحمة لروح الفنان عزار حبيب، وشكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم أستاذ أدهم كريم شرفتنا، والأستاذ ملهم الصالح أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم، موفقين يا رب. شكرا. وهلأ مشاهدينا خلينا ننتقل لغرفة الأخبار لحتى نتعرف على آخر المستجدات يلي عم تشهد الساحة السياسية مع زميلتنا علا أبو خضر. صباح الخير يا علا. صباح النور ليا وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن مستقبل القدس لا تحدده دولة أو رئيس، بل يحدده تاريخها وإرادة وعزم الأوفياء للقضية الفلسطينية
التي ستبقى حية في ضمير الأمة العربية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اعترافه بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي. وقال ترامب في كلمة له في البيت الأبيض إنه طلب من وزارة الخارجية البدء بإجراءات نقل سفارة بلاده إلى القدس. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلت المدينة المقدسة في عدوان عام 1967 وطبقت عليها القانون الإسرائيلي وهجرت سكانها، بينما يؤكد الفلسطينيون بشكل دائم أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية. أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان أن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي جاء بعد حصوله على رضا الرجعية العربية التي كانت طوال تاريخها تنافق بحرصها على القضية الفلسطينية. وقالت المستشارة إن ما حصل يكشف عمق النفاق العربي على مدى 50 عاما، ولا قيمة لهذا القرار لأن التاريخ لا تصنعه قرارات صادرة عن أناس في حالة مرتبكة وملتبسة، وإنما يصنعه الأوفياء وأصحاب القضايا، وترامب ليس صاحب قضية، معتبرة أن المرحلة القادمة ستجعل من هذا القرار حبرا على ورق. أعلن مصدر عسكري أن وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة أحكمت سيطرتها على كامل حوض الفرات بريف دير الزور، وذلك بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابي داعش في المنطقة. وأفاد المصدر أن وحدات الجيش بسطت الأمن والاستقرار في بلدات عديدة وأمنت أوتوستراد دير الزور الميادين والميادين البوكمال، كما بيّن أن عمليات الجيش أسفرت أيضا عن القضاء على أعداد كبيرة من إرهابي تنظيم داعش وتدمير عشرات الدبابات المدرعة والآليات، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة. في خبرنا الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حول بقاء وجود لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا تمثل ذريعة مصطنعة لإبقاء القوات الأمريكية في هذا البلد بشكل غير شرعي. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إيغور بوناشينكوف في بيان أن بدء توسع التنظيم الإرهابي في العراق وتدخله في سوريا حدث بتجاهل وصمت من واشنطن، داعيا الأخيرة إلى إبداء احترامها لسيادة سوريا وأحكام القانون الدولي، وأشار إلى دور العملية العسكرية الروسية ضد الإرهاب في تحقيق استقرار الوضع في سوريا والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي بالكامل. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك ليا. شكرا لك زميلتنا علا. وهلا اكيد بدنا نرجع ووصلنا لفقرتنا الاخيره بصباحنا غير معك يا سالي. ليا، كثير ما بنسمع عن مرض التهاب الكبد وانتشاره بالاونه الاخيره، لكن هالعدوى عامل اساسي في الاصابه بهذا المرض وخاصه لدى الاطفال، وهل يشكل عامل خطوره وما هي طرق علاجه؟ هالأسئلة رح يجاوبنا عنا الدكتور أحمد عباس أخصائي في الأمراض الهضمية. أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيكم. صباح النور. صباح الخير دكتور. صباح الخير. بالبداية خلينا هيك أكثر نتعرف عن مرض التهاب الكبد، خلينا نتعرف على أنماطه لأنه له العديد من الأنماط، ولكن نحكي شوي عنه علميا يعني بالمنحى العلمي. هلا مثل ما تفضلتي، التهاب الكبد الحاد حتى هو أنماط متعددة. بنبلش في شيء اسمه التهاب كبد مناعي، التهاب كبد دوائي. هلا اللي شائع أكثر بهالفترة من السنة هو التهابات الكبد الفيروسية، وحتى التهابات الكبد الفيروسية عنا عدة أنماط A و B و C و D و E، صار عدة فيروسات. الأشيع والأكثر واللي هو عنا ببلادنا، نحن للأسف من البلاد الإنديميك المستوطن عنا المرض، هو الهيباتيتس A، والفترة الماضية هو اللي كان فترة عادة الذهبية لحدوثه. هلا التهاب الكبد A هو من الأمراض التي تنتقل عن طريق الفم، عن طريق الطعام بشكل رئيسي. لهيك أشياء عند طلاب
طعام وحشود، يعني يكون في عنا لهيك أشياء عن طلاب المدارس. صحيح دكتور. معسكرات، عادة معسكرات التدريب مثل الجيش، مثل معسكرات تدريب الجامعي، كشافة، ممكن حتى دور المسنين اللي فيها. هل لهيك النمط من العالم هن الأكثر تعرض للإصابة عادة، أطفال المسنين واللي عندهم تجمعات كبيرة وظروف صحية شوي سيئة، لأنه هو طرق العدوى الرئيسية هي هو الأكل والنظافة الشخصية. فلما بيكون الأكل منظيف وما في مجال لنظافة شخصية جيدة فبتزيد نسب العدوى والإصابة. تمام. يعني دكتور مثل ما حكيت أنه هذا المرض ينتشر بين طلاب المدارس بين التجمعات، خلينا نحكي كيف فينا نحد من انتشار هذا المرض. يعني أحيانا بينجبروا يقعدوا مع بعض ويأكلوا من بعض، كيف فينا نحن نعمل هيك كنترول لإلهم؟ تمام. هلأ التوصيات هي أول شيء أنه ما نأكل من بعض، يعني نحن نوصي أولادنا أنه ما نأكل من بعض صراحة، لأنه فترة العدوى بشكل رئيسي. هلا نحن اجمالا بس ظهرت الاعراض، الاهل والمدرسة كلهم بصيروا منتبهين، بس صار في عنا اللون اليرقاني وواضحة الاعراض اصلا خفت العدوى. فترة العدوى الذهبية هي بالمرحلة ما قبل ظهور اليرقان، اللون اليرقاني، لانه من اعراضه هو اول شيء ببلش مثل الجريب العادي، تعب، وهن، الطفل او الكبير يحس انه ما له مروه، قله شهيه، قله قابليه، شويه حراره خفيفه، خمس للايام للاسبوع ليبلش المرحله. فهو هالفتره هي الفتره الذهبيه للانتقال للعدوى. نعم. فنحن اول شغله بدنا ننبه على اطفالنا انه صراحه ما ياكلوا من حدا غيرهم لو كان مو واضح عليه اعراض الاصابه، هي اول شغله. الشيء الثاني ننبه عليهم، لانه كمان الطرق العدوى عن طريق البراز بشكل رئيسي، انه لما يفوتوا على التواليت بعد ما يفوتوا على التواليتات يغسلوا ايديهم بشكل جيد، ويفضل طبعا الصابون هو الطريقه المفضله للوقايه. فنحن نركز على النظافه الشخصيه للطفل او للكبير. موضوع انه ما ناكل، موضوع انه ما ناكل كمان لانه عندنا منتشره كثير الأطعمة البائعة المتجولين، وخصوصا هن بنقوا أصلا المدارس بتلاقيهم قاعدين حوالي المدارس العربية، فما يأكلوا من الأكل اللي ما نون متأكدين أنه نظيف وما نون، وخصوصا مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي شغلات اللي ما بتنسوي ما بتنشوي، مايونيز، الأطعمة اللي غير قابلة للتعرض للحرارة، والحرارة هي بتقتل الفيروس كمان. تماما دكتور. نعم. دكتور خلينا هيك شوي يمكن ننوه للأمهات، أي ملاحظة بتلاحظها على طفلة يمكن ببداية أعراض التهاب الكبد، الملاحظات الأولية اللي هي هاي الملاحظات بتخليها وشوية الإسعافات يلي فيها تقوم للطفل للحد من يمكن تفاقم نسبة التهاب الكبد؟ مثل ما حكينا من شوي، الأعراض الأولى عادة صراحة هي أعراض تشبه أي جريب. ما هي الفكرة كيف بدك تميز بين الجريب تمام. وبين أنا بقولها للأهل وبين تمام، بقولهم للأهل صراحة لما بكون في عندي بيجونا أطفال بقولهم صراحة راقبوا لي البول أول شغلة قبل ما يصير اللون اليرقاني بالملتحمة، ببلش اغمقاق لون البول، لون البول بيصير غامق قريب للشايب، لون راقبوا لي حتى لو عم ياخذوا أدوية التهاب، يمكن أدوية الالتهاب أو أدوية الجريب كمان والفيتامينات كمان بتعمل لون غامق. هلا الفيتامين فقط الوحيد اللي ممكن يلون أحيانا، بعض الفيتامينات مو كثير، بس الالتهاب الكبد او اللون اليرقاني قبل ما يصير لون يرقاني بصير البول احمر قريب للشاي تقريبا، يعني في فرق كبير بين تلون بالدواء وبين ما في مجال للخربطه هون وقت فنحن اول ما بنشوف اللون البول صار غامق لهالدرجه، لانه احيانا نقص السوائل ممكن يسبب لي اغمقاق بلون البول شوي، بس لا، بالتهاب الكبد الحاد اللون بصير
انا بقول لهم مثل الشاي تماما يعني تماما انه التشبيه مو حلو بس بصير لون احمر احمر فهذا اول عرض يدفع الاهل انه يراجعوا الطبيب طبعاً. الطبيب في عنا عده ملاحظات من الاهل كمان يراقبوا وعي الطفل لانه احيانا او مو احيانا بالافات الشديده والحالات الشديده بصير في عنا شيء اسمه التهاب كبد صاعق. التهاب الكبد الصاعق بيسوي لي شيء اسمه اعتلال دماغي كبدي، بصير الطفل او الشاب بصير في عنا خربطة بالحكي، بصير في عنا هذا بالمراحل قبل تجاوز هذا المرض. يعني دكتور انت عم مثل ما حكيت حاليا انه لازم بس يشوفوا لون البول تمام بس شافوا يراجعوا تمام ايه ما ينطروا لهيدا المرحلة اللي توصل للدماغ اكيد ما ننطر تمام. دكتور نحن مثل ما بنعرف في عدة طرق للعلاج حسب نوع للكبد مثل العسل مدري الدبس ما بعرف وفي شيء دواء فخلينا نحكي عنه حلو تمام هلا حلو السؤال لانه هي كثير خطا صراحه شائع تماما يعني نوضح وعم نعاني منه كثير. هلا التهاب الكبد الحاد بكل انماطه ما عدا في البعض يعني البي والسي طبعا هذلون في لهم معايير خاصة الطبيب هو بيحطها في بعض الأدوية النوعية اللي بتنعطى للفيروس ليحد من الفوعة. بس التهاب الكبد الأيل اللي هو الريقان اللي بيصيب كل أولاد الصغار واللي شائع عنا العلاج الرئيسي له هو الرياحة الراحة والراحة بقلهم المطلقة يعني حتى إذا في مجال يفوتوا معه على التواليت أنت أكبر قدر معلش لهالدرجة الرياحة. الحمية ما لها أي دور بالعكس تماما ثبتت التجربة إيه اللي عم ينحموا على الحلو بالمطلق لأنه كان سابقا صراحة هالحكي دكتور هذا دكتور يعني أطرميزات مو إنه أطرميزات حصل وبيجونا الأطفال مساكين كرهانين الدبس والعسل والمربى بعد المرض ما بقى ياكلوه تمام بصير عندهم عقدة نفسية وهذا الحكي كان من أكثر من 10 سنين صراحة كان مزبوط كانوا الدراسات طبعا نحن بنبني على الدراسات أكيد. أنه كان الفكرة أنه نحن هاي الأغذية هي أغذية غنية بالحريرات وسهلة الهضم بتريح للكبد وبتساهم بإعادة بناء الخلية الكبدية ثبت أنه خطأ هذه النظرية جملة وتفصيلا لأنه الخلية الكبدية لا ترجع تنبنى بشكل سريع وسليم ما بكفيها الحلو الحريرات بدها بروتينات بدها مواد تانية عدة أمور أكيد تمام فلهيك أنا ما بحمي أصلا أعاني من هاي لأنه بيجوا تمام بيجوا حبيباتي بوس إيده وبيضلوا احيانا في مرضى يومين وثلاثه هن صحيح دكتور ما عادي وعارف حلو بيتاكدوا ايه متاكد دكتور انه هاي والله عم يقولوا لي للاسف حتى في بعض الاطباء والصيادله بيساهموا بنشر هالفكره المغلوطه انه والله الصيدلي قال لي لازم احمي والله فلان والله يا حبيبي هاي الحميه علميا يعني علميا باطله لا. تماما تماما نعم. بياكل اصلا بمرحله الاكيوت هيباتايتس بيكون طفل او حتى الكهل ما له نفس ياكل فانت فوق انه فقدان الشهيه بتجبره على الحلو فهو ما عاد ياكل نهائي بنكون نحن اسأنا له انا ما بحميه نهائي. الشيء الوحيد اللي بقول لهم ممكن نخفف منه هو الدسم الزايد والبيض الدسم الزايد اجمالا صفار البيض القشطه هالقصص هي اللي بدها املاح صفراويه لتهضمها ممكن تسبب لي اعراض عسر هضم نفخه غازات اسهالات نعم. فلهيك انا بقول لهم خففوا شوي الدسم بس ما ينحمى عن اي شيء الله يبعده لالتهاب الكبد عن الكل آمين. وان شاء الله ما حدا بينصاب فيه. ودكتور احمد نحن كثير بدنا نتشكرك وشكرا يمكن على كل المعلومات يلي قدمت لنا اياها اكيد شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك يا هلا فيكم اهلا وسهلا. تالي لهون مشوارنا الصباحي بيكون وصل لنهايته اكيد كل الشكر لفريق العمل تحيتنا من القلب الدائمه لابطالنا ابطال الجيش العربي السوري الله يحميكم يا شباب. شكرا لكل مشاهدينا والى اللقاء اكيد يعطيك العافيه يا ليا وبدنا نقول للكل خلوا الابتسامه رفيقه لتقدروا تكفوا بقيه النهار بنشاط وطاقه كبيره واكيد لكل حدا حابب يشاركنا بفكره
أو اقتراح ابقوا على تواصل معنا على موقعنا على الفيسبوك صباحنا غير. بدي أقول من هذا المنبر أكيد القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية. الرحمة لشهداء سوريا مدنيين وعسكريين، كل التحية لكم وإلى اللقاء.